في الموسم الحالي اللاعب المميز للغايه الان الباص الى عثمان، عثمان اخذ الباص وراح وسدد الله واحده اولى ارضيه الميدان. التشكيله الرسميه للفريقين للمركز لكن الله 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 انطلاقه الاماميه هذه خطره والعرضيه العرضيه تابع على ما تابعها عشان ياخذ كره راح الثقافي انطلق الباص ما فيها تسلل نعم لمين لحماده حماده 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 الله الله لا لا لا, لا. يعني هاي شوي كثير اليوم كمان ها على بعض التنقلات واللعبات الكره عند اسامه صباح للثقافه العرضيه الاماميه ولكن يضرب بعاد يمين مش كل مره ولكن تعود مره ثانيه لكن تقطع يمين حط جول خيالي خرافي في مرمى الهلال في اللعبه الاخيره وين دفاع الثقافي وين راح دفاع الثقافي يا ساتر يا ساتر على اللعبه الاخيره دفاع الثقافي نسي نفسه وهو الفريق الوحيد بالمناسبه الذي لم يخسر في بطولة المحترفين إلى الآن. أوه يا الله شوف اللعبة الأخيرة الأرضية وين يا كابتن بدماغكم بالرأس ممتازة وكمال أيضا خذ المباراة لزاويته حاليا والرأسية أوه النار العنابية الآن تقترب من مرمى مركز تركان من الرأسية يا ولد كرة تعود مرة ثانية للمركز انطلاقة نقلات لكن الثقافي حارم المركز من الكرة حارمهم من الكرة حارمهم من الكرة حارمهم من الكرة وحمادة حمادة بالكعب بالكعب لا لنمر اي اي اي, اي العرضية الأمامية خادية على راحة تحمل لونين بتتحمل يعني على الأقل عندكم فريقين في المحترفين وهذا شيء جميل والآن التسديدة الله يا ولد كريم اللي مش شايف نفسه اليوم بالمرة بيلعب أمام آخر الترتيب لا في احترام كبير برضو لفريق مركز تركان والانطلاقة عند يمين يلعب الباص في اليمين يا يمين ها يمكن فاتت منه ولعبت للأمام الله تماما شوف اللعبة الأخيرة أي 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 هاي بالبعيد رب يهاجم على مرمى العنابي عالي من معن الجمال الله لكن مش بجانب راسك شوف اللعبة الأخيرة بجانب راسه مش محتاج ركنية للعنابي عالي وأمامية ومعاف خطره لا بجانب المرمى مركز تحديدا مع جمال انطلاقة هنا في فراغ وين لاعبي الارتكاز وين ارتكاز الثقافي وين راحوا وين راحوا وين راحوا وين راحوا ياسين درسية عنده حال العرضية العرضية أو المرور أوه من لسه ما حداش عارف لكن في المرة الأخيرة يعني ما 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 خدمة الكرة رجعت الآن للثقافي انطلاقة أمامية سريعة 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 للثقافي عرضية الله جول 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 الانطلاقة لسامح سامح وحمادة هاي تمريرة يعني من غرفة لغرفة تستسلم بسهولة عشان هيك المركز راح يضل في المباراة يا الله على اللعبة الأخيرة لكن فادي لا يخطئ على أرضية الميدان اللعبة الآن أمامية لبرابولي في انطلاقة التمريرة في اليسار لا زالت في مكان الخطورة نعم اللعبة أي أي لو رحت اليسار يا كابتن اللعبة رجعت مرة ثانية بالراس لمين لبدرة بدرة بيلعب الباص لبرابرة لمعن جمال لمعن جمال الله الله الله, الله رامي التماس لاعبي المركز في مباراة اليوم عن جمال يا سلام على المرور الجميل يا سلام على المرور الجميل بيعطيه للناطور ياسين فاضي ياسين فاضي ياسين فاضي واحد يشوفه واحد يشوفه واحد يشوفه ما شافه بالتالي خلصت رجعت على اليمين انطلاقة أمامية للثقافي يتقدم يمين 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 الله 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 مزيكا الثقافي مزيكا خير والخير جاي لمتصدر الترتيب الله الله ثم الله على اللعبة الأخيرة هذه علامات فريق كبير والثالث اي 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 ضغط ولكن ثقافي طول كرم شوف حلول كثيرة هون عرضية كابتن يلا معلش وأيضا إبراهيم السيد في اليمين ياسين درسية في اليسار مع جمال في الأمام وكمال اي اي خروج ممتاز لكمال دير بالك يا ولد يقطع الكره الميدان يساند اللي هو معن جمال عند الكره حاليا معن جمال 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 التسديده يا ولد هو المركز المنتظر في الشوط الثاني شوف اللعبه الاخيره التسديده القويه عالي الان لثقافي طول كلمه ملعوبه في الشبكه الخارج رمي التماس يعني اقترب من 10 دقائق اولى في الشوط الثاني شوف العرضيه الاخيره من اللاعب نمر واصف عمار لاعبي الثقافي بناء جميل واللعب الان يا سلام يا سلام يا سلام العرضيه المتابعه تعود مره اخرى خطيره التسديد الثالث لا لسه ركله ركنيه للثقافي
كانوا قراب دقوا الباب ولكن في النهاية الكرة ضاعت. لكن ممتع هذا الثقافي، ممتع ممتع في أدائه، ممتع في لعبه. وهو الركلة الركنية لعبة القائم القريب الثقافي دائما. العرضية وذا الباص، العرضية وذا الباص، العرضية إيه 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 إيه. الله 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 لا 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 هذه لعبة يعني من فيلم سينمائي. وربما أقول ربما قتل المباراة بهذه اللعبة. ما انتهت، واحد بيقول انتهت يا كابتن، طب خلي الحكم يصفر، مش راح يصفر. إذا موسم مباراتة بأربعة أو ثلاثة ثلاثة، ثم يعني خسر 4-3 ولكن قادر على العودة لين الصائبة الأساسية من أبناء النادي اللي هو الكرمي. ركلة ركنية عالية ملعوبة أمامية بالراس الرابع، الرابع الرابع عن طريق حسيب العلي بمعدل أعمار جميل، بلعبات مميزة، بأهداف لمات الاستسلام. ولكن 8 جولات، طيب ضايل 14، ضايل 14، ضايل 14، يا الله يعني مش ناقصة بالمرة الكرة، مش ناقصة بالمرة، أخطاء دفاعية. والآن اللعبة 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 والركنية بشبالهم. هاي اللعبة الآن عند فادي سليم، فادي لا زال يلعب، لا زال يلعب. والو أين الصار بيلعب الآن في اليمين، هذه خطير، لو عرضت لو عرضت لو عرضت لو عرضت لو عرضت لو عرضت، لكن مرت وعادت الآن للمركز. هل يفعل المركز يسجل هدف أول في المباراة؟ هدف أول ماذا يعني؟ يعني بدون المركز بيكون عنده وقت كمان ليعدل، ما يعدل او اقل يقلص عن اللاعب. مين يا بين مثل ما قلت له التحضير النفسي السلبي والايجابي. هلا لعبه اماميه للمركز ملعوبه، هاي كره لمعن جمال، التسديد والمتابعه وين لا بعيده. يعني راضي شوي عن نفسك، اوكي هيني بمشي تعبان لكن بمشي، تعبان لكن بحاول، لكن السقوط ممكن جدا بعد تكون استفاقة لذلك. لكن نعود الآن التسديدة، لكن كمان أيضا مثل ما بقول أحيانا السقوط في مثل في مباراة كهذه ممكن جدا كمان يكون في ردة فعل إيجابية لمركز في اللي هي المباراة القادمة. هل العودة عند الآن محمد جمال، عرضية أمامية ملعوبة للثقافي، معقول يكون الخامس الآن. العرضية العرضية لا، جول 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 جول، الهاتريك يا كبير يلي كنت زمان يعني تنيم الفرق الفلسطينية من العصر أو قبلها بشوية. معناها يعني 47 هدف لي حمادة مرابة في الموسم الخامس، والانطلاقة ربما الآن في السادس السادس السادس. حرام عليك، حرام يا نمر، حرام يا نمر، ضيعها. أي نعم ضيعها. ويتحملون جمهور الثقافي، يعني مركز كبير يا جماعة. عنده هدف وحيد في الموسم في مرمى الظاهرية، محمد يامين لكن بعيدة. الفريق الذي أنجب كثير من أساطير الكرة الفلسطينية. الآن نعود المركز، الهدف الأول قد يكون عن طريق معن جمال، معن جمال التمرير لأين الصار، ولكن حارس المرمى. كثير من أساطير الكرة الفلسطينية، عارف عوفي، الصباح، محمد طبعا مدرب الفريق الحالي، خليل أبو ليفي، رافت أبو خاطر، أسامة أبو علي، مأمون رجب، الهداف الرائع مهند عمر، وصباح صباح وحدايدة. واللعبة خطيرة، يرجع يرجع بالفلهو الثقافي وأيام الثقافي وسمر الثقافي وسهرات سهرات العناب الجميل. استعاده إبراهيم الغروب، خلاص يطلق صافرته ويزدي الستار عن هذه المباراة التي تنتهي بانتصار عنابي كبير على مركز طول كرم 5-0. هاتريك حمادة مرعبة، هدف حسيب العلي مرة، وهدف كمان اللي هو اللاعب نمر واصف في مناسبة أخرى. وبالتالي 5-0 تكرس مكانة الثقافي في صدارة الترتيب. المركز يبقى أخيرا، ولكن مباراة نهاية جميلة، أخلاق عالية بين اللاعبين. هاردك للمركز وراجعين، أنا متأكد فريق بجماهيرية المركز بانتماء لاعبي الكبير رح يرجع بينما الثقافي. عيشوا أيامكم يا شباب، جيت بوقتك يا هذا الانتصار لا شك. وبالتالي الثقافي يمر بأجمل أيامه. مبروك لجمهور الثقافي الكبير، للاعبي الثقافي، لمدربه الكابتن محمد الصباح ومساعده صباح صباح. بينما أنتم مشاهدي الأعزاء لكم الشكر دائما على حسن المتابعة، وإن شاء الله ملقانا في مباريات أخرى. تقبلوا تحياتي معلق هذه المباراة خلال جاد الله، على أمل باللقاء بكم في لقاءات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.